الترحيبية رئيس اللجنة المنظمة لأمسية ليالي رمضانية مصطفى محمد علي قدم باسم اللجنة المنظمة تعازيهم الحارة إلى فخامة رئيس الجمهورية إدريس دبي إتنو بوفاة أخيه تيمان دبي إتنو الذي وافته المنية قبيل أسبوع من هذا الشهر الجاري، سائلين المولى عز وجل أن يسكنه في فسيح جناته، كما ثمن جهود الحاضرين لهذه المناسبة مضيفا بأن هذا المشروع كان حلما وقد تحقق وذلك بفضل السلطات العليا بالبلاد، وإن هذه الفكرة تكون فرصة للسلام والمحبة بين أبناء الوطن الواحد، مؤكدا في الوقت نفسه إن حوالي 100 مظلة قد جهزت للزوار والذين يتراوى عددهم حوالي 13,000 يوميا، وإن كل التدابير والإجراءات الأمنية اللازمة قد اتخذت بالنسبة للأمسية الثقافية المعروفة بليالي رمضانية. من جانبه ممثل الكنيسة أبي زافي شكر هذه البادرة ووصفها بالجيدة، حيث أشاد بأنها رسالة للسلام والوئام بين التشاديين. عمدة بلدية إمجمنة صالح عبد العزيز دمان قام بغص الشريط إذانا ببدء فعاليات ليالي رمضانية، علما بأن الأمسية قد بدأت في 23 من مايو وتستمر حتى 24 من يونيو عام 2019.